وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الكريم الفاضل يسأل يقول: شخص اشترى أرضا وكان مترددا في نيته عند الشراء بين أن يبيعها فيما بعد أو يبني له فيها بيتا أو يبني عقارا ويؤجره، فكيف الحكم بالنسبة لزكاتها؟ نعم، ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة إلى آخره، والثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، كما جاء في المغني. وعلى هذا فهذا الذي اشترى أرضا وهو متردد فيها ولم تكن نيته جازمة، فهذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة ليس فيها زكاة لأنها متردد، ومع التردد ولو 1% فلا زكاة عليه، كذا ذكر الشيخ بن عثيمين في مجموع فتاوى رحمه الله، وكذا ذكر أيضا في اللقاء الشهري لما سئل: إذا كان الإنسان مترددا يقول والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلا عند أرض يقول لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة، هل فيها زكاة أو لا؟ قال: ليس فيها زكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمخض النية لإرادة التجارة، لإرادة التجارة. ثم نكمل بعد ذلك للفائدة، نقول: من اشترى عرضا للتجارة ثم نواه للقنية صار القنية ولا زكاة فيه. قال ابن قدامة: إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصل للقنية وتسقط الزكاة منه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى من المغني، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، واحفظ على طاعتك يا ربنا والدتي، وارزقني برها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمنا متقبلا يا عزيز يا رحمن، واجعلنا فيه من المقبولين العتقاء، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.